مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مشاهدينا في كل حته في العالم. حلقه جديده مختلفه وغريبه، والحلقه دي اوعدكم انها تبقى حلوه جدا جدا، وهتنبسطوا فيها جدا جدا، لان هتشوفوا حاجات هتفكركم بايام زمان الجميله. اهلا بيكم في حلقه جديده من نفسنا. تعالوا نشوف فقراتنا ايه النهارده. في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن ليه الرجاله بيخافوا يقولوا بحبك، القلاط، الخوف من الباكج اللي مستنياه بعد كلمه بحبك، خايف يقولها بحبك ليخسرها. اشهر اعلانات زمان، يختي هاتي كحك وغريه بتبسكو مصر، والعجن وطبخه ورص سجات ونتيجه حسب الحظ، ادي بسكو مصر ودي غريه بتبسكو مصر. لقاء مع بلوجر عبد الرحمن ايهاب الشهير بعبدول. بتريق على اسطمبه الكلام اللي هي الفتي ده، وانت اكيد ما قلتش كده، انت اكيد ما عملتش كده، انت ازاي بتقول كده؟ بقول لك ايه، انت خبره. يا عيني يا ابني من السعوديه، انا كنت خبره. اول فقره معانا النهارده، يا ترى يا هل ترى ليه الراجل بيقول بحبك بصعوبه، او ليه ساعات كتير بيخاف يقول كلمه بحبك للانسان اللي بيحبها؟ في اسباب كتير قوي قوي، بس قبل ما نبدا باول سبب عايزه اقول لزميلاتي العزيزات مساء الفل. نفدت الكمين اللي كنت تسلم على انتصار وسيم. مساء الفل يا انتصار، اهلا تيكي شيمو. اول سبب بيخلي الراجل ما يقولش كلمه بحبك، اهلا بالحضور. اهلا. لا اهلا. أول سبب بيخلي الراجل ما يقولش كلمة بحبك ويقولها بصعوبة جدا جدا، بصرف النظر عن تركيبة الراجل الذهنية وتركيبة الست الذهنية، القلاطة، قلاطة وعوجان وتناكل وكده قلاطة وعوجان وتناكل وكده. بمعنى ايه بقى؟ اللي هو وانا ليه اقول لها بحبك واسبها؟ يعني ما معايا اهي. طب افرض قلت لها بحبك قالت لي انا مش مستعده، افرض قلت لها بحبك قالت لي طب اديني وقتي، افرض قلت لها بحبك قالت لي طب ليه الاحراج وليه كرامتي تتبهدل في الارض؟ ما تسيبها كده ملطوعه لغايه ما ربنا يشاء بقى، وبقول لها بحبك ومن عليها واتنازل واقول لها. وتاني سبب الخوف من الباكج اللي مستنياه بعد كلمه بحبك. وهو بحبك دي مش بحبك وخلاص شكرا، هي اتبسطت فرحت هوب خلاص، لا في بحبك، فيبقى يلا تعالى اتكلم بابا، يلا تعالى نقرا فاتحه ونجيب معاك دبله ومحبس وشويه حاجات شوكولاتات ب 5 6 7000 جنيه، وبعدها بشويه يلا تعالى نكتب القايمه 150000 جنيه، يلا تعالى نجيب العفش، يلا ستاير، يلا. ففي بلاوي مستنياه، فهو ليه يسكن قريب لما ممكن يسكن بعيد؟ ليه يتجوز لما ممكن ما يتجوزش؟ في رجاله كمان ممكن يكونوا بقى رجاله من النوع اللطيف الظريف اللي بجد، اللي هو بيبقى فعلا بيحب الست اللي قدامه، بس خايف يقولها بحبك ليخسرها. يعني خايف تكون لسه في اول علاقه هو حبها جدا بسرعه جدا، ومش عارف اذا كانت هي بتبادله نفس الشعور ولا لا، وخايف يقولها بحبك يخضها او يخسرها، او تكون هي مش بتحبه فتبعد عنه. فممكن يكون ساعات مش وحاشه، بس ممكن يكون خوف على الطرف الاخر من رد الفعل، خوف من رد الفعل. وبرده من نفس الخوف دوت، في خوف الراجل من علاقه سابقه او علاقات فاشله سابقه، قال فيها بحبك وبذل فيها جهد وقعد يعيط وانهار وي 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 وي، فخايف تاني يقول بحبك في العلاقه دي، يفاجئ بان العلاقه بتفشل فيرجع تاني يندم ويعيط ويسافر ويهاجر ويغير سكنه واصحابه، فيفضل لطعك كده من غير ما يقول لك ان هو بيحبك لغايه ما شعرك يشيب ويطقطق ويقع ويجي لك هشاشه عظام، وانت منتظره ان هو يقول لك بحبك وبرده مش هيقولها لك. وحجته ايه؟ مسكين فشل في علاقات قبل كده، فخايف تاني. بالظبط. انا شايفه بقى كمان ان احنا نطلع نشوف راي الناس معانا ايه. ماشي. ونرجع تاني مع التقرير ده. اوكي.
دي رجاله بتقول بحبك يعني مفيش اي مشكله. يعني هو الراجل بطبعه بتبقى تقيل شويه ومش بيتكلم كتير مع البنت وكده، بيخافوا يقولوا كده عامه يعني، فاهم ان هو اول حاجه يبص لها كرامتهم عشان فاهم تخاف تحرجه والجو ده. ممكن عشان عنده بيشوفها من ناحيه كبرياء او انه نقطه ضعفها امام المرأة أو هذا الشخص المقابل. دلوقتي عادي يعني، ما بقاش حوار يعني، كله بيقول اللي هو عايزه. ساعات خايف مثلا أو مقلق عشان ما تهتزش العلاقة ما بينه. ممكن يكون عشان ده مجتمع مريض يعني، خايف من رد الفعل، ممكن تكون عنيفة شوية. يمكن بيبقى عايز يتأكد من شعور اللي قدامه قبل ما يقولها. في أي بلد تاني بره مش هنحس إن بيبقى فيه نفس التعقيد أو الخوف زي ما بيكون في مصر يعني. ممكن يكون هو محرج. أنا شايفه مش صعب يعني، الموضوع سهل جدا، بس مع الإنسان اللي هو يحترم الإنسان دي. في كمان راجل ما بيقولكيش بحبك لأن بيحس إن التصريح بالحب ضعف، وده عموما بيبقى الراجل الشرقي يعني. الراجل الغربي ما عندوش مشاكل في التصريح بالمشاعر، حتى مش بس الحب الرومانسي، حتى الأهل وحتى مشاعر التأثر ما يحضنش مامته بالظبط، شايف انه كبر خلاص. يعني بيبقى الراجل حاسس انه هو يعني المشاعر كلها على كل المستويات ضعف. حتى لما يدلع ولاده زياده عن اللزوم يخاف انهم يحسوا انه هو بيحبهم قوي او يركبوه او يدلعوا عليه. فالراجل الشرقي عموما ساعات بيخاف يقول بحبك عشان يحافظ على قوته او مظهر القوه قدام الاخر. من لا يرحم لا يرحم. صح. يعني انت لو مش رحيمه مع باباكي ومامتك او الراجل زوجته اولاده ما حدش هيرحمه. صح. وبالبلدي اكتر الحنيه ما بتتشحتش. صح. يعني لو ما اديتش حنيه ما حدش هيديها لك، فخليك حنين. وبعدين كلمه بحبك دي والله العظيم يعني كلمه حلوه جدا على فكره، حتى لو هي صاحبتك عمر العلاقه ما بينكم ما هتخسرها، بالعكس هي هتبقى متاكده قوي قوي قد ايه قد ايه انت كنت بتحبها. صح. لدرجه انك كنت عايز تكمل معاها العلاقه، بالعكس هتحترمك جدا وتحبك، فدي حاجه مش هتقلل منك. او حتى لو انت مش متاكد من مشاعرك وقلت لها انا بحبك، هي ممكن تتطور معاك ان هي تثبت لك اكتر ان هي المناسبه ليك، وتكون هي متحفزه شويه في مشاعرها عشان خايفه ان انت كمان لسه ما قلتلهاش بحبك. نفرض انك سبتيه وهو سابك، هتفتكروا ايه لبعض؟ هنفتكر انه قال لي بحبك وكان في بينكم ذكرى حلوه، والمعاملات اللي طبعاً كانت داخل العلاقه بالظبط قد ايه كان فيها رحمه، قد ايه كان فيها مراعاه لمشاعرك، قد ايه كان بيخدمك وكان بيخاف عليكي، قد ايه كان بيخاف عليكي من الهوا الطاير، ده اللي انت هتفتكريه. صح. فتفتكريه بكل خير بقى، كانت تقولي ربنا يوفقه وربنا يكرمه، ربنا يعوضه بواحده احسن مني من كتر ما هو كان حد كويس. تفضل ذكرى حلوه. بس في حاجه ثانيه عايزه اقولها برضو، يعني برضو بقى للولاد التانيين اللي كلمه بحبك سهله قوي بالنسبه لهم. وهم عارفين ان هم بيقولوها بمنتهى اللؤم والخباثه، وهم ما يعنوهاش اصلا، وهم ما يعنوهاش، وهم عارفين ان هم بيقولوها مجرد ان هي صيد اسمه ايه ده خطوه طعم بيصطادوا بيه. فيا ريت يا ريت يعني برضو اتقوا ربنا شويه عشان. صح. البنات دول زي امكم زي اختكم، ورجع لكم رجع لكم يعني. صح. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اوعى تفتكري ان الراجل لما يقول لك بحبك انت ما بتبقيش حاسه طالعه من قلبه ولا لا. يعني في واحد راجل بس لا، في بنات غلابه، في بنات ما عندهم صوت زي ما عندهم، بنات غلابه قوي يعني بجد بيصدقوا حقيقي للاسف. يعني يقول لك قال لي بحبك، تبقى كل تصرفاته كل تصرفاته بتقول لها ما بيحبكيش، وبيستغلك وبيضحك عليكي، وهي تقول بس ده قال لي بحبك، ماسكه في كلمه عشان هي نفسها تصدق. يعني فاهمه تقول كده هو انا غصبته، ده هو قال لي بحبك، فخدي بقى ورا بحبك دي تمشي بقى تكمل بقى عمرها كله متدمره بسبب الجمله دي. فالكلمه دي على قد ما هي بتعيش بتموت، فخلوا بالكم بس منها. مشاهدينا في نهايه الفقره عايزه اقول لكم حاجه لكل الرجاله، الحب عمره ما كان ضعف. دي فكره غلط عن الحب. الحب احساس جميل، الحب شيء رائع لازم كلنا نستمتع بيه. لما تحس ان انت بتحب قول اللي بتحبه انك بتحبه، بالعكس دي قوه منك مش ضعف ابدا. واستمتع بالحب وعيش الحب وعبر عن الحب وحب اللي بتحبه بجد، ولو والله ما ربنا ما كرمش يبقى دي حاجه بتاعته، لكن استمتع بالحب وبلحظه الحب. نطلع فاصل نرجع لكم تاني. استنى ورجعنا لكم تاني مع فقرة جامدة جدا جدا جدا. فقرتنا دلوقتي عن إعلانات زمان. وإعلانات زمان دي بالنسبة لنا كلنا كانت نشيد وطني، كلنا حافظينها. أطفال ما بيعملوش حاجة غير بيتفرجوا على الإعلانات، يحفظوها يصموها، وبعد كده يجي المسلسل يحفظوه يصموه. وكان عندنا
هي قناه واحده وشكرا. قناتين صح. قناتين الاولى والثانيه أيوة. وبعدين لما يعني ربنا فتحها علينا عملنا الثالثه والنايل والفضائيه النايل نيوز. لا أيوة. ده الفضائيه ده بعدين بقى، بس احنا في الاول اولى وثانيه وثالثه والنايل نيوز. هات لنا ريري، هات لنا ريري، هات لنا منك الزين الصلاة الزين. جانا ريري جانا، هيا سوقولوا معانا. انت عارفة؟ لا انتوا حافظين اول حتة بس؟ بس انت حافظة الاعلان كله؟ طبعا ما شاء الله. اعلانات مش قادرة اقول. في اعلان معلم معايا جدا وبحبه جدا جدا وبموت فيه بصراحة، وكان بيعجبني شكل البنات وشكل اللون الاحمر اللي فيه. سمنة الهانم ام طاقية حمراء. الله. انا بحبه قوي. ام طاقية، طاقية حمراء للهانم البيضة والهانم السمراء. انا اصلي عنك انا ما استغناش، يا فخ بيكي يا اما بلاش. يا هانم انا عنك انا ما استغناش، عيني عليكي ما نزلهاش. يا مو طاقية، طاقية حمرا للهانم البيضة والهانم السمرا. تهانم انا عني انا ما استغناش، عيني عليكي ما نزلهاش. الطعم بلدي، الريحة بلدي، الترميلة بلدي والطاقية حمرا. الله. انت ما بتغنيش معانا ليه يا هادي؟ لا بغني مش حافظه الاعلان. لا مش في الاعلانات للهانم البيضة والهانم السمرة. على فكره ممكن يبقى مش المفضل بتاعها. لا لا ده كنت بحبه يعني مش اعلانها. طب استنوا، فاكرين الاعلان بتاع كاب نوري؟ ركب تنده ولا شيش؟ تعال نشوف، تعال نشوف. طب اوكي. ضد الميه ضد النار، ضد الحشره ضد الفار، مطبخ كاب نوري الومنيوم ده بالتقسيط. تقسيط 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 تقسيط. شكل المطبخ شكله جميل من الألومنيوم، صنع متين. مطبخ قبنوري ألومنيوم ده بالتقسيط. مطبخ قبنوري ضد الحشرات ضد الحريق وسهل تنظيف. أنا عايزة أقول حاجة قبل ما نعرض الإعلان اللي جاي، إن فقرة الإعلانات دي كانت زمان بالنسبة لنا مسلية تسلية غير طبيعية، كأنها فوازير. ويمكن هي من أكتر الحاجات اللي كنا بنحب نقعد نتفرج عليها من كتر ما فيها أغاني ورقص وبنات شكلها حلو واستعراضه. أنا ما كنتش عارفة يا جماعة إن من وأنا كده بشوف الإعلانات زمان وكبرت اشتغلت في الإعلانات، كنتش فاكرة إن موضوع الإعلانات ده هيكبر هيكبر هيكبر، هتبقى الميديا بتاعته واسعة للدرجة دي وهيبقى صناعة مهمة. والاعلانات دي زمان في رمضان كنا 5 6 7 اعلانات كده ومعظمها حافظينها من كتر تميزها، دلوقتي بقوا 70. فقد ايه موضوع الصناعه، صناعه الاعلانات ده كبر قوي قوي. بس ارجع واقول ان ايام ما كنا صغيرين وكنا بنتفرج على الاعلانات بتاعت زمان، لا كانت متميزه اكتر طبعا. ولحنها حلو وكلامها حلو. وتفضلي حافظه الافات والكلام ده لحد دلوقتي. انا لغايه دلوقتي معلش دلوقتي ممكن اعلان واحد اللي تفتكريه. اعلان من كام؟ من 70. انا بقول لك من الباقيين دول كلهم ما تفتكريش حاجه. لكن كل اعلانات زمان كلها هنعرضها في الحلقه دي معظمها صح. احنا حافظينها صم. في اعلان كمان كنت بحبه جدا جدا بتاع لبان هارتي، تعالوا نشوف الاعلان. مامتي وخالته وطنتي لبان هارتي، حريفه لبان لبان هارتي. قلت لهم على هارتي لبان هارتي، قالوا لي يا سلام، قالوا لي اتسي اتسي ديلي ويلي. هارتي هارتي اواني حيرتيني ديلي. بما انك بقى اتكلمتي في اللبان يبقى ما نقدرش ننسى الاعلان بتاع اللبان السحري. الله سحري. اه ايه ده اللي بندش احلام دنيا السحر الدنيا يلا يا جدعان ونسويها ادينا البانة من السحر. مش معنى السحر مصبر عليه، جرب وهتعرف وحدك ليه. السحر البنت نجيبه بعدين الوان الدنيا نجيبه الان الوان الوان يا نهار اخضر. السحر البني والاصفر كله ويدينك لون احمر. لو عايز ازرق تعمل ايه؟ هنضف في الاول لون احمر. احلام بيا السحر البن طعمه الوان دنيا دنيا طعم ولا تستعمل فرمح. يا حلاوه السحر يا حلاوه فندقه وانا زود في المصروف. ابدا ابدا
الله على الاعلانات. شفتي الله شفتي شكله فكاهي وكوميدي ازاي؟ كرتون بنت دغت الالوان الوان ينهر ابدك. وعايزه اقول لك حاجه كمان، السحر البني والاحمر تنضغ. انت حسيتي ان الاعلان ده مكلف؟ خالص لا خالص. دلوقتي ده الاعلانات بتتكلف يا جماعه ملايين، والاعلان ما من كتر بزغه ملوش طعم ولا ريحه، ما لا طعم ولا ريحه. طب شوفوا الاعلان ده بسيط ازاي، وشوفوا احنا حافظينه لغايه دلوقتي، شوفوا بقاله كام سنه وغير مكلف. افتكرت اعلان جامد، فاكرين الاعلان بتاع اميجو؟ ياه اميجو بينور اللي كان عليه ميدالية هدية، كانت الميدالية دي معايا فيها المفتاح. تعالوا نشوفه. طب يلا. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ لابس اميجو بينور وانا عليها بدور. مين ده؟ النور في كعبه بينور وهو ماشي بيزغلل. مين ده؟ لأول مرة أنور ما كنتش قادرة أتصور إن في أميجو بينور. مين ده؟ مين ده؟ ده على فكرة أميجو ده كان نقلة في عالم الجزم وفي صناعة الجزم. استني، واللي مش لابس أميجو بينور في المدرسة ده واد بقى إيه؟ ده الهفق بتاع المدرسة. لازم تمشي تنور، مفيش كلام. مع إننا كنا بالنهار وبنروح المدرسة بالنهار، بس نخش الفصل، مش هحكي على الفصل، نقفل الستاير ونقعد ننور. طبعا مش ما نقدرش ننسى سنويا في رمضان، آخر 10 أيام في رمضان اعلان يعني مكتوب علينا كالقدر. اعلان ايه؟ ايه يا اختي؟ هاتي كحك وغريه بتبسكو ومص والعجن وطبخه ورص سجات ونتيجه حسب الحظ. انتي بسكو ومص، هنعمل ايه؟ غريه بتبسكو ومص، وانتوا كمان على كحك. يا اختي هاتي كحك وغريبه بسكو مص والعجن وخلطه ورص سجات ونتيجه حسب الحظ. اه يا اختي بسكو مص ده ما شاء الله عليه، ده جميل، ده كمان بالسمن البلدي الصافي مصنوع ومغلف آلي. ده كحك بسكو مص ودي غريبه بسكو مص، وانتوا كمان على كحك وغريبه بسكو مص. انا مش عارفه اتفرج المصور دي. طبعا معلش يا جماعه انا مركزه في البسكوت شويه. استكمالا لموضوع البسكوت برضو، في بسكوت كليوباترا. ايه ده بسكوت ايه؟ كليوباترا ويفر. لا ما كليوباترا، معلش كليوباترا مش عارفه. انا نص ويفر. اه تعالي نشوف. ايه نص وانتي نص، نقسم بعدين نبص. كليوباترا توست ويفر، هناكلها سنتي سنتي، هناكلها سنتي سنتي. باكل على قد ما اقدر والباقي تاكله طنطي. والباقي تاكله طنطي. طب عمي، طب خالي، وانا مالي. كليوباترا توست ويفر، كليوباترا بتاعتي يا خالي، بسكوت محشي شوكولاتة. كليوباترا توست ويفر، كليوباترا بتاعتي يا خالي. ما كانش العشب يا خالها. مش العشاء، فاكرين نسرينا دي كانت جميله قمر ولسه موجوده وصديقتي وعسوله، وكانت عامله كمان اعلان بتاع صافو، بس ما بتمثلش دلوقتي. سلام عشي. تعالوا نقطع نوستالجيا الجميله، الحاله الجميله. لا سيبيني من، انا محتاجه نوستالجيا، محتاجه نوستالجيا. نطلع بس ناخد التقرير ونشوف راي الناس وافتكروا معانا الاعلانات ونشاركهم ونرجع لكم تاني نكمل اعلاناتنا. هيتجوزوني؟ الله، طب ما تتجوز يا اخي. بقول لك هيتجوزوني وفيها ايه يعني؟ برضه هتجوز؟ انا مش شايف بروبلم. واجيب جهاز منين؟ جربت معايا واجي احكي انت وتكسر في ايه؟ في اعلان مشهور قوي بتاع كوفرتينا، بستك بستك ناو، ده بتاع القطه. انسى عمرو الهانم قطه اي حمر بتاع عبد الرحيم عمرو. كوفرتينا عبد الرحيم عمرو اختلف الامر حاجه كده. كوفرتينا في الصباحيه تبقى جوازه هنيه. اعلان بتاع لمبابا ده اللي انا فاكره، بتاع طلعت زين. الشوكولاته جيرسي عايز اتسحر الشكدود. كان بيغني بيقول لمباضه مفيش مليان، كان بيغني معاه كده حته جاز كده. لمباضه بتاع ثلاث حرف. اعلان ريري، كلنا بنحب ريري ريري ريري. يا جماعه استكمالا لموضوع الاعلانات والنوستالجيا اللي احنا عايشين فيها. نوستالجيا؟ اخت التكنولوجيا دوكا. نوستالجيا 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 اللي احنا فيها. نوستالجيا نوستالجيا ما تسمعوش المشتقه من نوستالجي. ايوه ماشي. نوستالجي بنت خالتها نوستالجيا.
مش دبلق بلغه اخرى يعني. هكمل معاكم اعلان عبودي 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 عبودي. العبودي روكسي اجمل الازياء العبودي احلى الاذواق العبودي بودي 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 العبودي. فاكرين الاعلان بتاع لو عايزه تكوني اميره من عند عادل ابو حميده؟ لا مش كده مش كده، ما كانش الاداء كده. لو 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 عايزه تكوني اميره وفلنت العمر جميله اشتري فستان الليله من عند عادل ابو حميده. طب ما نشوف الالطف بدل ما انا جسمي مقشعر والاعلانات بتجتاز عواطفي. كملي الاستروجيا وتاخد روحي كده بترجعني من زمان وانا قاعده الاستروجيا وانا قاعده في الوقت ده عمال اكل في الايس كريم. انا ما كنتش اسكت في الوقت ده بقى. شيماء ايس كريم في رمضان لحظه واحده، ده مش في رمضان، ده كان قبل الاعلانات. بتيجي في رمضان قبل المسلسلات في رمضان؟ لا مش مين. انا بفطر في رمضان. انا كنت صغننه ساعتها واكيد ده بعد الفطار. دول بعد الفطار. طب يعني المهم نرجع بقى لاعلان كمان جامد جدا. لا لا لو سمحتي نرجع للنستولوجيا. قولي يا حبيبتي يا حليم الماضي سيبيها ليه، ما انا عارفاها اسمها. طب انا عارفاها من زمان. نوستالجيا نوستالجيا نوستالجيا. ليه بتلخبطي افكار المشاهدين؟ ما كانش دعوه بالمشاهدين. قولها بلدنا ايطاليه. انت نوستولوجيا. بصي نوستولوجيا نوستولوجيا. طب بقول لكم انا هكلم المشاهدين عشان مش راضيين تسمعوا. دخليني على الاعلان. محمود. ايه ده يا محمود؟ كابتسيتي يا جليله. محمود ايه ده يا محمود؟ قولت له كابتسيتي يا فضيله. محمود ايه ده يا محمود؟ قولي سفرة كابتسيتي يا عائله. محمود ايه ده يا محمود؟ موبيليا كابتسيتي يا جميله. موبيليا كابتسيتي الصنعه. محمود ايه ده يا محمود؟ الاعلان بقى بتاع هات الفينو وحط البيف. لا ما كانش كده. هات الفينو حط ال... طب بدل ما نسمع بس عم بتقول على الاعلان. ماشي يلا نستمتع بصوتك. نستمتع بصوتك. هات الفينو سوسيس بيفي حته كافي من اللحم البقري شيل اللبابه لذيذ وطعم. ما تحط البيفي مشبع ومغذي. هات الشامي سوسيس بيفي ما تاخد لك نصه طازج ومطازج. وحط البيفي سوسيس بيفي وادي له لفه ادي له لفه. اما الفات وعد يا وعد يا وعد. الحقيقه بس انا عايز اقول حاجه، بس الحقيقه في الاعلان ده بالذات كل البنات امارات. الحقيقه اللي انا عايزه اقولها اكتر ان كل الاعلانات اللي احنا شفناها دي من كتر بساطتها فهي حلوه وجميله وكلنا ما نقدرش ننساها، وما كانش فيها التكلفه المهوله. يعني كان الاعلان اصلا اللي ورا دي البتاع اللي اسمها ايه دي الصوره اللي بيحطوها واللي قدام البنات وبتعمل كده وبتعمل كده، بس في اغنيه حلو، بس في طريقه حلو، بس في اداء حلو، فيخليك تحفظ الحاجه وتحب المنتج وتحب الاعلان. دلوقتي الاعلان بملايين وما ملايين وممكن ما تفهموش اصلا، ما تفهمش هو بيقول على ايه. والمنتج ودوشه وخبط وترزيع ويجيبوا مش عارفه ايه ويعملوا حوادث عربيات، كل ده عشان تقول لي على منتج. فيعني كفايه انا عمق وخلينا نبسط المواضيع ارجوكم علشان خاطر نرجع نحب الحاجه ونحفظها عن ظهر قلب وتمشي معانا ويبقى لينا ذكريات، لان احنا لينا ذكريات. بس الاطفال بتوع دلوقتي هيفتكروا اعلانات ايه لما يكبروا؟ تعالوا هات لنا ريري هات لنا ريري هات لنا ريري. بيحفظوا اعلاناتنا احنا الاجيال. جانا ريري جانا
زغرته وقولوا معانا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. هات لنا ريري هات لنا ريري هات لنا. ورجعنا لكم تاني، والفقره دي انا بحبها جدا، فقره السوشيال ميديا. وننزل باول صوره. اول صوره مكتوب عليها الحمامات العامه في المانيا، وتحت مكتوب انا كنت مفكره اسانسير. وطبعا اسانسير يا جماعه بالسين مش بالصاد. ما هو من كتر التريقه ندل على جهل، يدل على جهل لغوي. اسانسير مش كلمه اساسا عربيه اصلا، فهي تتكتب زي ما تتكتب. لا ما تتكتب، لا هو المصعد نو تلاقيها تتكتب بالسين. اسانسير مش كلمه عربيه بس تتكتب صح، ملهاش صح. لا هي صح، هي كلمه فرنسيه. لا هي صح، هو بالعربي المصعد، ما فيش حاجه في اللغه العربيه. مش ده موضوعنا، موضوعنا الحمامات. يا لهوي يا لهوي، ودي يتخانقوا مع بعض. توبة على توبة، خلي العركة منصوبة. دي واحدة. لا خلاص انت خبرة انت. لا انا لابسة قضايا، انا لابسة قضايا. واحدة كمان كده. لا اتنين كفاية. تلاتة. كل سنة كل تالتة تابتة. العدد في الليمون. عايزين مستجدين. لا لا يا جماعة، نرجع للحمامات العامة اللي في ألمانيا الجميلة دي. شوفوا واستمتعوا واتفرجوا، واحنا بنتحايل عليهم يعملوا لنا مبوله في وسط البلد عليا، او عده مباول، او يرجعوا يرجعوا يجيبوا الخريطه القديمه بتاعه القاهره. لا هي اسمها مبوله. لا بس دي تواليتات حريمي. كان يقول لك المبوله بتاعت بولا والعيله، المبوله اللي في وسط البلد، مبوله كذا. خلاص يرجعوا الخريطه تاني يا جماعه بتاعه القاهره. هي الكلمه دي لازم المبوله اللي كانوا في الشوارع. ايوه مش ممكن الناس بتعمل تواليتات في الشارع، تواليت في الشارع يا جماعه ما يصحش كده. بس اتفرجوا على الحمامات وجمالها. بس ده حمامات البيت. سيبيهم يسقفوا لصاحبتك. لحظه متغاظه ليه؟ متغاظه ليه؟ سكتيهم ليه؟ انا فاهمه هي قصدها على ايه، بس قبل موضوع التواليتات اللي في الحمامات الرهيبه اللي احسن من تواليتات بيوتنا دي، شوفوا المانيا وشوفوا مصر في النظافه في كل حاجه. نعم في النظافه في كل حاجه. نعم حبيبتي. ايه المانيا مش انظف من مصر؟ لا لا ماليش دعوه، يعني ايه شوفوا المانيا وشوفوا مصر؟ بقول شوفوا المانيا وشوفوا مصر في النظافه في كل حاجه. لا ما قلتش كده، قلت شوفوا المانيا وشوفوا مصر في النظافه. مصر دي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وانت خبره بجد، يعني انت شايفه ان مصر والمانيا مش عارفه هي قالت ايه بالظبط؟ مصر ام الدنيا وحلوه الدنيا. انت مركزه مع ايه قالته؟ ولا كنت ينفعك؟ ايه قالت ايه بقى؟ انا بتكلم. لا هي بتتكلم صح. يعني في فرق كبير بين بتتكلم صح جدا. ايوه معانا اثنين خبره هنا في الجلسه. يعني وانت بتردي عليها مكمله؟ دي المفروض لما تقول كده. لا لا اوكي لا تعليق. لا تعليق. طبعا انا اللي لا تعليق عليكم وعلى كلامكم. طبعا شوفي المانيا وطبعا شوفي مصر. بنتكلم في ايه؟ هنضحك على نفسنا يعني؟ لا انت بتناقشي. طب ما نخش. اوكي الصوره الثانيه طبعا ما يقدروش يناقشوني عشان انا الصح. يلا نشوف الصوره اللي بعدها. العالم الثالث يا بنتي وظواهره. ايوه صح، ظواهر العالم الثالث. ماشي. اجنتات خارجيه، اجنتات حمراء. انت عذره، هي لونها ايه؟ انا الصراحه بتاعتي لونها ازرق. ايه كلها اجنتات. الصوره الثانيه يا جماعه باجنته زرقاء بكله. يلا جسمي قبل ما يخس وبعد ما خس. وطبعا المطرب حسين الجسمي عامل اعجاز. لانه احنا بنتكلم في حاجه معديه ال 40 كيلو. لا طبعا اكتر. يعني اللي خسهم يعني اللي فقدهم 80 90 كيلو داخل في 100 كيلو. انا خايفه يتحسد. داخل في 100 كيلو يا انتصار. انا متاكده ان هو داخل في 100 كيلو. انا خايفه اقول 100 كيلو يتنظر. لا لا داخل في 100 كيلو دي حقيقه. هو احلى حاجه ان هو في الحالتين حلو، وكان الخوف كله انه صوته اتغير. بس الحمد لله ده ربنا عشان بيحبنا وعايز يحفظ لنا الصوت الحلو ده عشان يغني لنا بشرة خير، فخلانا الصوت زي ما هو. وقوم نادي على الصعيدي بقى. بس لا بس يعني إرادة من حديد، إرادة فولاذية. هو راح بني آدم وجا بني آدم تاني خالص، ملوش علاقة ببعضه. وده أحسن له صحيا وأحسن له عشان يعرف يكمل حياته أكتر. وشكله أصغر كتير. وطبعا أنت طبعا الفنان حسين الجسمي ممكن أنت سعيد جدا إن مقاس هدومك اتغير. أكيد. وبقيت دلوقتي بتلبس أقول لك تلبس كام؟ لا مفيش إكس. بتلبس دلوقتي 46. مفيش إكس. والأول كنت تلبس رقم مش موجود أساسا. غير ما كانوا بيقصروا. يلبس إيه؟
دلوقتي بيلبس مقاس 46. انت عارفه من المقاس؟ انا عارفه، بنقرا عنه كتير. بنقرا عنه كتير لان انا من اشد المعجبين. يا خبره. لا خبره مش هاخد قضيه دي، مش هاخد قضيه دي. واي حد بقى، بصي احنا نقول واللي تيجي تيجي، هم يحسبوا بقى، هم يلبسوك زي ما هم عايزين قضايا، هم يحسبوا. انت ادينا بس، ادينا وسيبينا احنا نشيل القضايا. شكرا. نشوف الفيديو ده ولا هي صوره؟ الفيديو. لا ده فيديو. متحمس حماس طائش يعني، امال ده لما يروح البيت كان هيعمل ايه؟ ده من الفرح وهو ده يعني، ده من الباب قلع الجاكيت، ضرب لاند اوبك دايف، بيلعب باك ده، بيلعب جمباز في في البست بتاع القاعه. طب ليه تضرب العروسه بطرف رجليك في نافوخها؟ ان شاء الله زي ما انت يعني عايز، بس العروسه دماغها مالها بالموضوع. والبنت حاولت تجاريك او ما دخلت برضه عملت كده، كانت هتشتغل معاك. هو متهور اصلا، عمال رايح جاي. لا بس ده هتشتغل معاك، ده مبلبع حاجه على فكره. بس رجليه ضربها. لا ده مش فرحان، ده مبلبع حاجه. لا وليه ما تقوليش انه كان متحمس؟ لا متحمس يعمل كده يعني، ده لو كان مبلبعش الوقعه دي حبيبتي، ده مش شعلباز عادي، ده اصلا ده بيلعب جمباز. ايوه ايه 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 الاهميه يعني يعمل شعلباز على البيست وهو داخل قاعه في فرحه؟ على فكره هو ده لاسع، ده شارب حاجه وبالع حاجه. استني بس، حرام عليكي، حرام عليكي عشان اليوم الفرح ده يعمل الحركة دي قدام الزباين. قدام الزباين في فرح الزباين؟ مش معزين؟ لا الزباين. اصل دي نمرة. اوكي. لا السيرك. انت صح، ده اصلا من كتر التحمس اللي عنده ده، لو ما كانش وقع الوقعة دي وكان الفرح كمل يعني. هيجي قرطة تكفي البيت. لا كان هيجي عند باب الشقة، أنا جوعت. لا كان هيبقى هيموت. لا كان هيبقى على باب الشقة هيموت، يعني من الفرحة مش هيصدق نفسه. أنا ترجيحي إن لو ما كانتش رجليه جت في دماغ العروسة كانت هتيجي في دماغ اي حد، يعني لازم يعمل مصيبه. ويا ترى يعني هتلاقيه طار دخل في البوفيه. طار دخل في حماه. يعني كان هيعمل مصيبه. لا وده بقى يجي وهو بيقطع التورته يروح ماسك يروح مطير جاتوه على وشه. لا مطير لعبه مراته فعلا. بالظبط، واخدها وشه. ممكن يقوم عامل راند اوبك دايت باكس مارسوليوم نازل من الشباك في النيل. ده ايه التعويذه اللي انت قلتيها دي؟ اصل دوت لا راند باك اوبا ايه؟ سكلتي بول راند اوبك دايت باكس مارسول يعني يكمل فوق ده اتنين تانيين نازل من الشباك. لا اذا كان مارسول ماشي، والقاعه تبقى في الدور ال 13 فينزل. طب انا عايز افهم حاجه بس، انت اللي مسميه الحاجات دي الاسم ده ولا ده اسم رياضي علمي؟ راند باك اوبا دي لا دي حاجات هبشرها لك بعد الحلقه. دي لاعبين الجمباز، شايف تبع الجمباز يا ولا. طب ما تعملي لنا راند باك اوبا مع عسلك وسكرك الاوفر ده اللي بيخليني ما بكملش كلام معاك، سكرك الزياده ده والله العظيم، والمصحف ده اللي قافلني منك من بقالي 60 حلقه قافله منك مش عارفه ليه. مش قد يا اختي والنبي، تكملي والافيهات والعسل ده والله يا وصلنا نهايه فقره السوشيال ميديا، ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني بفقره جميله جدا، فقره الضيف. ورجعنا لكم مع الضيف الجامد جدا اللي هز الفيسبوك كله بالفيديوهات اللي عملها، اللي اتريق فيها على البنات، واللي هنطلع عينه في الحلقه علشان هو اتريق على البنات. معانا الجامد جدا عبدول. يا عبدول تتريق على البنات يا عبدول؟ ايه؟ هي تتريق على البنات؟ ما يستاهلوا على فكره. ما يستاهلوش؟ لا يستاهلوا. كده ما يستاهلوش؟ دايما كده وانت عادي بتقولي ما يستاهلوش؟ انت من امتى بتعمل فيديوهات على الفيس؟ تقريبا سنه. بقالك سنه؟ يعني من شهر ثلاثه فاه تقريبا سنه. سنه الا شهرين. ولفت سنه الا شهرين، بقالك 10 شهور بتعمل فيديوهات. ولفت النظر كده يعني الواضح. طب كم المتابعين ليك قد ايه حاليا؟ 180,000 على فيسبوك. بس الفولورز مش بس، لكن الفيديو بيوصل ابعد من كده. طب ياخد لايكس قد ايه؟ ما بحسبش لايكس قوي يعني، ما ببصش، ما بهتمش كم واحد عمل لايك وكده. طب ياخد فيو قد ايه؟ طب ياخد فيو قد ايه؟ فيوز بيوصل 600 700 1000. شير زي بتبقى كتير قد اللايكس مثلا 20,000. ياه.
طب وانت قبل ما تعمل موضوع الفيديوهات على الفيسبوك كنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل او يعني دلوقتي طالب. كنت طالب لسه متخرج بقاله 4 شهور ودلوقتي بتشتغل حاجه جنب الفيديوهات؟ في ادفرتايزنج ايجنسي كوبريتر كريتيف تيم. الناس اللي بتفكر ورا الاعلان، الناس اللي بتخترع فكره الاعلان. الناس اللي بتعمل الاعلان. مناسب قوي لشخصيتك يعني الى حد ما يعني يعني ضربت معاك يا معلم خلاص صح كده الناس كلها بقى خلاص تمام خلاص مش مركز البنات يعكوا ايه يعملوا ايه بلا فيديوهات بلا بتاع احنا خلاص اترستقنا لا ما اترستقنا لازم برضو بالعكس ده هدف ان انا اتريق عليهم يعني هم ما كانوش اداه هم كانوا السبب لا والله حقيقه وشاكرين قوي يا استاذ استخدمنا ازاي بقى جات لك فكره الفيديوهات في الاساس من الاول نبدا بقى من اول فيديو فكرت فيه ما كنتش بفكر خالص عملت كده فيديو خلاص كان حاجه ضايقتني واحد عامل بوست على فيسبوك واتكلمت كده وخلاص يعني حطيت الكاميرا حطيت الكاميرا واتكلمت انه وصورت نفسي واحده ازاي الفيديو كان واحد عامل بوست المفروض انه جميل جدا بيتكلم انه ازاي تبسط مراتك وبتاع بس قال كلام حسيته غبي جدا لو انت قلت كلام فكرته حلوه جدا بس طريقه غبيه كتبته بكلام اللي هو انت ازاي قلت كده طب عملت فيديو قلت له انت ازاي قلت كده ايوه قول لنا قلت قول بقى انا مش حافظه ما كانش سكريبت الفيديو بتاعك مش عايش عنه كلام معناه نجح قد ايه بقى ما كانش قوي كان تقريبا 2001 بس اللي شافوه فانا كان بالنسبه لي رقم يا نهار اسود 2001 ما كنتش مصدق اول فيديو يعني ما طبيعي انا ما كنتش عامل حسابي ان ده حاجه انا بعمله انا كده كده بهرج مع 15 20 واحد من اصحابي هم اللي بيحبوا الاسلوب والطريقه بتاع فبهرج بعمل فيديو ونهرج وده خلاص خلصنا ساعتها تاني يوم لقيته ما خلصناش لقيته 2001 اوف فاللي بعديه كان حاجه برضو عبيطه جابت 5000 واللي بعديه كان 50000 مره واحده كده حصل كده ايه بقى ال 50000 ده كنت بتتكلم عن ايه؟ اتفرج على فيلم اسمه 50 شيدز اوف جراي انا قريت الكتب قريت الكتب والكتاب الاثنين الكتب والافلام كنت بتري عليه بتقول ايه كنت بتري عليه على الشخص هو على الفكره نفسها على فكره الروايه اللي مش روايه على فكره الفيلم اللي مش فيلم طب نروح في حاجه ثانيه لا لا بس في ناس هتزعل كده تتكلموا مع بعض كده لما تتري على فيديوهات ثانيه و60 حاجات مصري لو سمحت حاجات مصري زي ايه حاجات مصري اي فيديوهات مصري فيديوهات مصري اللي بعديه بقى على طول لا اللي بعديه برضه كنت بتري على واحد موديل كده انجلش انت بنفس الليه على فكره من الرجاله الحلوه كلمه رجاله حلوه اصلا صعبه كده رجاله حلوه برضه جالنا ضيف قبل كده قال لهم مفيش حاجه اسمها راجل بيغير من راجل لا مش صحيح مفيش حاجه اسمها راجل بينفسن على راجل احلى منه مش كلمه صحيح. احلى منه دي مش عندنا دي عندكم شكله هانسم اكتر وانا لو بصيت للراجل انه احلى يبقى انت كده بتدينيني انا بتقولي ان انا حد مش مظبوط بيغير برضه من بعض ساعات طبعا غير من بعض جدا غير من الراجل ازاي ممكن اغير من الراجل لا ممكن تغير منه في شغله غير منه مثلا ان صوته انا جاي عشان راجل تاني مثلا لا عبدو تغير منه مثلا ان صوته ادخن من صوتك ممكن انا صوتي اساسا صعب فمش هغير من حد ان صوته غير صوتي ما نعرفش يعني حاجات بقى تكون ممكن هو انا صوتي صعب يعني انا عارف ان صوتي صعب بس صوتك مميز جدا ودي ميزه مش كل الحاجات المميزه حلوه هو ممكن يكون في بحه بس هو مرعب لا مش مرعب يعني انا كل الناس مثلا ممكن بنت ما تردش على واحد بعد 12 ما يردوش عليا انا بعد 7 ليه صوتي صعب يا صوتي صعب مش لا والله صوتك في التليفون صعب لا انا واخده بالي كل حته صعب لا مش حاسه انه صعب طب عندنا فيديو جاب 50000 اللي بعده جاب كام فضل في نفس الرينج ال 50 75 حتى النقله طب حصلت حاجه بقى بعديها جابت 100 ايه بقى كان على البنات هو ده بقى هو ده بقى الكميل ده بتريق على الكلام اللي بيتقال الكلام شويه الاسطمبه اللي بيسمعوها اللي هي ايه بقى اللي هي ايه والله ما حاش عنكم الكلام انا مش عارف ايوه انت كل حاجه نسيتها ماشي انا عماله اتقدم معاك عشان اوصل لاحدث فيديو تبقى انت مرتبط بيه وخد اعلى نسبه لايكس فتبقى قادر تقوله وفاكره لا هقول لك بتاع البنات ده كنت بتريق على اسطمبه الكلام اللي هي الفتي ده وانت اكيد ما قلتش كده انت اكيد ما عملتش كده انت ازاي بتقول كده وانت حلو قوي انت كيوت قوي ازاي والطريقه اللي هي بتاعتهم دي انا مش كلت انا مش لعبت انا مش شايف حرام يا كيوت الكلام ده فعملته كده زي ما انا بقوله دلوقتي فضلت اسف على الثلاث اربع الناس اللي بتقول كده والبنات عملوا فيك ايه بقى في ما عملوش البنات بتحب تتريق على البنات التانية فكله عمل شير كل واحد عامله قال يعني مش هي صح يعني الولاد هتشير والبنات الوحشه مش هي مش انا ايوه تانيه لو ايه ده انا هقف جنبك وبص ايه ده بص الوحشين اللي هناك صح اصحاب صح كل عمل شير كل عمل طب شير. عندنا واحد فيديو عمل 100000 في حاجه عملت مليون اللي بعديه لا مليون لا اقصى حاجه 800 طب ممنع الكرسي لو سمحت روح اقل من مليون ما بيقعدوش معايا اقل من مليون ما نقبلش جاي لي 100000 اخر واحد خلاص اقل من مليون يا مدام ما بقبلش انا واضح ان انا كلامي مش واضح يا مدام فاضل له زلطه
زلط. طب تعالى بعد ال 100000 روح وتعالى. مليون يا ستي بقى مين يقولك مليون؟ 1800. ايوه معلش زلط قوي يبقى مليون معلش نسامحه. اديها لي خليها مليون. معلش طب انت اتجوزت؟ ايه السؤال ده؟ ولا انا لسه مش لونك اتجوزت؟ مش لونك ولا بشعر ولا اتجوزت؟ مش معنى اتجوزت؟ اي ما هو اتجوزت هتقول لي لا ما اتجوزتش يبقى ما اتجوزتش خلاص. يعني انت متجوز؟ طيب في اسئله بس انا زعلان من النوم بكره هيسقفوا لك. اه لا سقف. لا لا لما تعمل لهم فيديو حلو هيسقفوا. لا ده الاضطهاد ده. عايزين بس تعمل لنا فيديو جامد جدا جدا وانت بتقلص على البنات جامد جدا جدا عشان احنا نقعد ننفسن ونغل كده واحنا بنتفرج عليه. هو ده مش حاصل دلوقتي اصلا؟ ما هو مقلص على البنات ما هو عامل فيديو على البنات. لا عايزاه يعملوا دلوقتي لايف. اه لا ما بعرفش اعمل فيديو لايف. طب ايه امسك التليفون. طب قول لنا كانك لوحدك صح ولا فيديو؟ كانك لوحدك من غيرنا. مضمونه يعني؟ مضمونه؟ هي تقريبا ما عملتش اي حاجه تانية بعديها على البنات لان هو ده الكور هو ده اللي كل شويه بتكلم فيه الكلام اللي بيتعاد هو هو والشكل اللي بيتعمل هو هو بس اكيد عملت الكومبيتيشن اللي بيحصل اللي انت كنت بتدعي ان احنا الولاد عندنا نفس الموضوع. مش حقيقي. مش ادعي تدعي مش حقيقي تدعي ان احنا مش التلفزيون الداعيه التلفزيون ده سيد الفاضل عشان كده لازم كنا نتحدث بالطريقه اللي هي بتقول لك حاجه زي ما انت عايز. بقول لك ايه انت خبره. لا يا ابني دي استعاضيه. معلش انت خبره. وحشني يا جماعه. باي باي. محاميك عندي يا عبد. ممكن اقعد قعده كده. بابايك عندي يا عبد روح اتبنات يا عبد. اصله جاي اصلا عشان انا مش هقول حاجه. لا تتكلم تحسي جاي كده يعني حاجه. انت خبره يلبس قضيه. قالت لي انت خبره لبست قضيتين. لسه اختها هدي هتحصلها ان شاء الله. وانت معانا يعني وانا في الطريق. انت ليه ليه تجيلي واحده ثانيه انت خبره بس لا لا اصل انا لا بص هراجعه في الكلام بتأني هراجعه في الكلام ولو ما فهمش وتعامل معايا هروح قايله له. انت ليه جاي كده يعني من على وش القفص ليه متضايق يعني؟ نقول لك انت بتاع اصل ده مش فاكره اصل ما كانش سكريبت. نقول لك انت مش عارفه لا اصل انا مش بتاع مش فاكر. تتنك علينا ليه على فكره؟ مش تتنك علينا احنا نفسنا. احنا تتنك علينا واضح ان نفسنا ده نفسنا باين حلو البرنامج جميل اسمه صح. طب مش عايز تعمل حاجه كده فيها حاجات شبه اللي انت عملتها؟ انا كده كده موضوع الفيديوز خفته جدا لان عايز بقى اعمل ستيب ثانيه لحاجه ثانيه. تقريبا هي دي عارفه اللي هو بتاعت الفراشه اتحرقت المحل والع الفستان الحلو جدا دي عزلت برنامج زي الفل بتاع ثاني يوم. طب مش عايز الفيديوهات وهتقفل الحته دي هتعمل ايه تاني؟ اشوف بقى لسه فكره ان انا اتيك تو ستيب فايدر ان انا مثلا يبقى شو او يبقى حاجه معينه بس على حسب ما حاجه تبقى تسوت شكلي مش لازم اعمل اي حاجه وخلاص. في حاجه اتعرضت عليك اصلا يعني برودكشن بتبقى برودكشن هاوس او مكان معين زي حاجات ديجيتال ثلاث ارباعها انه تعالى هات فكره واعملها برضه على النت. ما هو مثلا الديجيتال هو الجاي بس انا عايز اسالك سؤال. احنا سمعنا ان انت بتعمل فلوس كتير قوي ما شاء الله طبعا من الفيديوهات البيج الاف الالاف من البيج كده كل واحده من دول بعمل وانت بعد ما يبقى عندك ملايين بس وصل هي ما لا بجد حقيقه انا دونت باي ذيس ماني اون ذيس تعمل بي ايه لا شيماء بتكلم البيج بتاعتك بدات تجيب فلوس. مش بيج بروفايل هو بروفايل ما عملش بيج بروفايل. بصي كنت تقولي له حاجه بصي مش عاجبه تقول له البيج بتاعك مش بيج بروفايل. طب قولي له هكدب تقول لك بيج اقول لها بيج يا ست الكل خلاص البيج بتاعتي زي الفل تجيب ملايين. لا انت قلت البروفايل بتاعي وات يو دو ايه البروفايل بتاعي. لا ده كان المره اللي فاتت بيج دلوقتي بيج رجع البيج بتاعتك بتجيب لك فلوس؟ جيب لي انجليزي. ايوه جيب لي فلوس فعلا؟ خفت على طول مره واحده؟ جيب لي فلوس. طب بتدفع ده بيجيب لك قد ايه؟ ايه ده يا نهار اسود؟ ما بتجيبلوش حاجه بتجيب له قضايا. انت خبره. ايوه انت خبره. اللهم صل على النبي. قولها له بابتسامه. قولها له بابتسامه. نلبس وانت موجود. ليش كل حاجه جديده النهارده في البرنامج؟ لا ما بامانه انا فعلا ما فيش بحس ان يقطعوها طيب. ويرفعوها بقى مع فيديوهات. عبد الله عايز اقول لك بس على حاجه يعني بعد ما قلت طبعا ان انا اكتر واحده بتحبها في البرنامج. عايز اسالك سؤال اخير. في سؤال نفسك اساله لك. حضرتك انا سالته لك شيء؟ حضرتك متجوز؟ ده انا اللي هختار السؤال اللي ما سالتهوليش. واضح ان مفيش. طيب احنا بنشكرك جدا وانت نورتنا ومش عارفه اقول لك قد ايه فقرتك جت جميله وشكرا جدا. باين وشك ان عجبتك. لا انا اصلا انسانه فلات مفيش رياكشن. بس هي فقره حلوه جدا بس اشكرك.
احنا بنشكرك جدا. هيطلع منها ضحك فين؟ ضحك على ايه؟ وخلصت حلقتنا وبنشكر دكتور جميل. واستنونا في حلقه جديده ونوعدكم مش هنكرر الغلط اللي غلطناه في الحلقه.